السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وصفة اليوم غادي تكون مسمن ملوي في الفران على طريقة المشلتيت. كتجي روعة روعة، مورق بزاف وشيش وبنين في المذاق ديالو، من أسهل ما يكون، جميع الأسرار ديالو، من أروع ما يكون، من أحسن الوصفات اللي ممكن توجدوهم. راه ما يمكنش شحال كيجي لذيذ وخفيف خفيف، كيدوب كيدوب على شكل طبقات. تبعوا معايا الفيديو، راني حاولت انني نختصره لكم بلا ما نطول عليكم فيه. هاد الوصفه كتستحق التجربه وكتستحق انكم تشوفوها من الاول حتى الاخر. غادي نحتاجوا فيها زلافه ديال الفينو، عندي جوج زلايف كبار عامرين ونص ديال دقيق البيض الفورص، معلقه صغيره ديال خميره الحلو، عفوا ديال خميره الخبز، ومعلقه صغيره ديال خميره الحلوه، زائد معلقه تل جوج ديال السكر، كيبقى حسب الرغبه ديالكم. وغادي نحتاج الماء عادي من الروبيني بارد. غادي ناخذ العجينه ولا القصريه، كنديروا فيها الفينو، كنديروا فيها الخماره، خماره ديال الخبز ديال الحلوه، كنزيدوا فيها الدقيق الابيض. انا عبرت لكم بالزلافه باش تشوفوا بالضبط شحال درت، جوج زلايف عامرين زائد نص. وغادي نزيدوا الملح اللي ضروري ديروها في اي عجينه، وغادي نضيفوا داك الكاس ديال الماء كامل، ومن بعد غادي نعمر كاس واحد اخر، وغادي نبقى نزيد فيه شويه بشويه حتى كنحصل على هذا القوام هذا ديال العجينه اللي كيكون رطب رطب رطب. خاص العجينه تكون رطبه باش القوام ديالها كيجي في الطياب هو هذا، كتجي كتذوب في الفم. شوفوا معايا كيفاش داير القوام ديال العجين، ما جارياش ولكن راها رطبه مزيان ومدلوكه على حقها وطريقها. صافي، هنايا بعد ما دلكت العجينه ديالي غادي نغطيها كيف العاده، وغادي نخليها ترتاح. غادي نخليها تقريبا واحد 10 دقائق 15 دقيقه 20 على حسب الرغبه. انا راه خليتها كاع كثر حيت ما كانش عندي الوقت، كنوجدها الصباح بكري وكنخليها كتلق راسها. راه عجينه غير بالماء بارد، ما ديروش الماء سخون، دائما الملوي ولا المسمن السير ديالو في الماء بارد. صافي، شوفوا معايا هنايا راها طلعت واحد شويه بحال اللي بدات كتخمر، ماشي مشكل، هذا ما غاديش يمنع ان العجينه ديالنا غادي تكون ناجحه وصادقه 100%. صافي، كناخذوها كنحاول انني نخرج من هذاك الهواء اللي تيكون فيها، وكندهن يديا غير بواحد شويه ديال الزيت كنحطها. انا هنا دائما كنحاول نقربكم من القوام ديال العجين لانه مهم جدا، ما خصوش يكون عجين قاصح بزاف. صافي، هنايا كناخذ العجينه ديالي وكنقطعها الكويرات. انا غادي نقطعها لثمانية ديال الكويرات اللي كيكونوا متساويين، حيت غادي نحضر جوج ديال الملويات. غادي ندير كل وحده غندير فيها اربعه، غندهنهم بالزيت ونعاود نخليهم يرتاحوا لمده ديال 10 دقائق. انا خليتهم غير شويه باللي مدوبت الزبده، وجدت هاد الفين وزدت له ديك المعلقه صغيره ديال الخميره اللي بقات عندي، وجبت الزيت ودهنت سطح العمل، وخديت الكويره الاولى وبديت كنورق بالزيت وكنقلب العجينه، كنقلبو ونشقلبو كيف كنقول لكم دائما باش كيدخل ليها الهواء من الداخل. راه ما كتقطع العجينه ما حتى حاجه، كندهنوها عاوتاني بالزبده المذابه، وتنرشو واحد الرشيشه خفيفه ديال الفينو، كندوزو يدينا هكا باش ما تبقاش لينا، ما يبقاش الدقيق هكاك مجموع بحال العجينه. غادي نطويوها بحال الطويان ديال المسمن العادي، كيف كنطويوه دائما مربع، وفي كل طويه كنديروا دهنه ديال الزبده ورشيشه ديال الفينو. وها هي الاولى كملناها، حصلنا على مسمنه مربعه، كنحطوها على جنب، كندوزو عاوتاني كندهنو سطح العمل بشويه ديال الزيت، وكنجيبو الكويره الثانيه وكنطلقوها مع التقليب المستمر حتى كنحصلو على واحد دائرة رقيقة بزاف شفافة. كندهنوها مرة أخرى بالزبدة ونرشوها بالفينو، كنجيبو المسمنة الأولى كنديروها الوسط، كنردو عليها الجناب ديال الدائرة بجوج، وفي كل تمنية كنديرو دهنة ديال الزبدة ورشيشة ديال الفينو، وكنحطو عاوتاني المسمنة ديالنا على حدا حدانا، وكندوزو نجيبو عاوتاني العجينة الثالثة كندهنوها حتى هي بالزبدة وكنرشوها بالفينو، وكنديرو وسط منها هادوك جوج مسمنات اللي صاوبنا في الاول، وكنعاودو ندهنو بشويه ديال الزبدة وكنرشو شويه ديال الفينو، وكنسدوها على هاد الشكل، كنحطوها عاوتاني حدانا، وكنجيبو العجينة او الكويرة الرابعة والاخيرة، حتى هي كنسرحوها بالزيت مزيان، كتورقوا العجينة ديالكم حتى كتولي شفافة باش كيجيكم الطبقات ديالو مورق، كندهنوها حتى هي بالزبدة
ونرشوها بشي تلفينو وندير وسط من هذيك المسمنة اللي فيها ثلاثة ديال الكويرات، وغادي نطويوها على هذا الشكل. ومني كنكونو كنطويو كنرخفو يدينا ما تنزيروهاش. كناخدوها وكنحطوها في البلاطو وكندوز هاد ربعه اللي بقاو ليا حتى هما غندير لهم نفس الطريقه، غادي نسرحهم وندير وحده قلب وحده. صافي ها هي وجدات المسمنه الثانيه حتى هي. هنا عندي جوج مسمنات كل وحده في قلبها ربعه ديال الكويرات وحده قلب وحده، غادي نغطيو ونخليهم يرتاحوا اولا يترخفوا واحد شويه. من بعد باللي مشعلنا الفران في هاد الوقيته، شعلت الفران ديالي كيسخن من الفوق والتحت. كناخد دابا المسمنه الاولى اللي بدينا بها كنرشها غير بشويه ديال الطحين بحال هكا داك الفينو، وكنردو الجناب الوسط، ما كنقرصوش العجينه، غير كنردو الجناب الوسط بهذه الطريقه وكنقلبوها بهذا الشكل هذا، وكنحاولوا نعطيو هذاك الشكل الدائري، يعني مسمن غادي نردوه ملوي. صافي شوفوا معايا ما كاين ما سهل منها. كنحطوها في الصينيه فاش غادي نطيبوها اولا في لاطه دائره، وكنغطيوها مره اخرى عاوتاني بالبلاستيك الغذائي وتنخليوها حتى كتطلق راسها. ملي كتطلق راسها في نفس الوقت نيت كتبان لينا تنفخات واحد شويه. صافي كنجيو دابا وكندهنوا يدينا بشويه ديال الزيت، كنرشوها نيتيه بشويه ديال الزيت، وكنبداو نقرصوا فيها بيدينا، كنقرصوا فيها حتى كنحصلوا على واحد الدائره بحال الخبز، بحال كاش كنقرصوا الخبز. كنقرصوها مزيان، شوفوا ما شاء الله دوك الفقاعات كيبداو يبانوا في العجين من قبل ما يطيب، كيبان باين العربون كيف كنقولوا من الاول قبل ما نطيبوه، فراه هو باين كيفاش غادي يجي ملي غادي يطيب. راه ما نعاودش لكم، راه الا ما جرب لي ما جربوش ضاع نصف حياته صراحه، كيجي خطير خطير خطير. انا في هذه القناه ما غاديش نتفاكى معكم، حتى غادي نردكم محترفات في المنوي والمسمن. شوفوا معايا مني كنسرحها بهذا الشكل، كندخلوها الفران اللي سخناه من قبل، شعل غير من التحت، كنقصوا النار وكنخليوها متوسطه، كنطفيو الفوق، كنديروا لاطا الوسط فوق الشبكه، كنخليوها كطيب على خطره حتى كتنفخ وكتحمر من التحت، وغادي نوريكم اش غنديروا ليها. بالنسبه لهذيك المسمنه الثانيه اللي بقات عندي حتى هي، غادي ناخدوها غادي نرشوها بشويه ديال الطحين من الوسط غير باش تشد لينا العجين وتبقاش ترجع. انا هذه كاع ما رشيتهاش نسيت، فكنرجعوا الجناب غير كندخلوهم لداخل. صافي ما كنقرصوا العجينه ما والو، كنهزها بحال هكذا وكنحطها في البلاطو بلي ما طيبت هذه، باش نطيبها في نص اللاطه باش يجيوني قد قد. شوفوا معايا هذيك مني طابت من التحت، شوفوا كيفاش كتجي منفخه وكتجي محمره، كيدخلها تحمر حتى من الفوق، راه مش عليها لا على الفوق لا والو، شعلها غير التحت ودايره نار متوسطه. صافي هنايا ملي كنهز بواحد المعلقه ديال الحديد من التحت كنقلبها انها تحمرات، كنخرجها وكنجيب هكا واحد الصينيه ولا واحد الطبسيل وكنقلبها بهذه الطريقه هذه، وكنعاود نزلقها ونقلبها في الصينيه وردها تكمل الطياب ديالها من التحت، تكمل الطياب ديالها وتحمر في نفس الوقت، والنار دائما كتكون غير من التحت، كنطيبوه غير من التحت، ما تشعلوش عليه النار من الفوق باش يجيكم بحال هذا. صافي هنايا ها هي دي بعد ما طابت من جوج ديال الشوايه، وباش نعرفوا انها تحمرت وطابت كنستعمل واحد المعلقه ديال الحديد كنهزو بها المسمنه ملي كتكون في الفران من التحت، حتى كنطلو تحت منها كنشوفو انها تحمرات وطابت عاد كنخرجوها. ها هي تحمرات من جوج ديال الشوايه. انا هنايا تعمدت انني ما نحمرهاش داك التحمار اللي كيكون محمر بزاف، باش ما تجينيش بحال الا محروقه، وتاني حاجه باش تي الا بغيت نعاود نسخنو كيجيني هو هذاك. شوفوا معايا راه كتجي مقرمشه مقرمشه، وكتذوب كتذوب في الفم، وبنينه بنينه الصراحه، كتجي بنينه والله. انا بغيتكم تجربوه باش تعرفوني علاش كنهضر. ها هي المسمنه الثانيه حتى هي بنفس الطريقه، كنقلبوها في الصينيه وكنسرحوها بيدينا، ما تخليوهاش غليظه، ديروا صينيه بحال هذه تكون كبيره شويه باش كيجيكم هو هذاك. لحيت دايرين فيه ربعه، درنا وحده قلب وحده، كنسرحوها. شوفوا معايا كيفاش كل ما ارتاحت العجينه كل ما كتبوك كتعطينا دوك الفقاعات. شوفوا معايا كتنفخ قبل ما تطيب، هي منفوخه قبل ما تطيب. كنعرفوا ان السر ديال الفران المسمن ديال الفران هو انه يجيكم هكا منفوخ. صافي هي كندخلها للفران اللي كيكون سخون، شاعل غير من التحت، طفينا الفوق، كندهنوا غير بعد شويه الزيت اللي بقى عندي. صافي ونخليها تطيب حتى تطيب وتنفخ ليا من التحت، عاد غادي نخرجها نقلبها.
شوفوا معايا، بغيت نوريكم هذه حتى هي اللي دخلتها الفران. شوفوا هي تنفخات، غدا وكتنفخ حتى تنفخ كامله وتحمر من التحت. ملي كنهز هكايا بواحد المعلقه ديال الحديد من التحت كنطلع عليها كنلقاها تحمرات من التحت، عاد كنقلبها بهذا الشكل هذا وكنعاود نزلقها في الصينيه باش ندخلها تكمل الطياب ديالها وتكمل التحمر ديالها في نفس الوقت. ودائما كيف قلت لكم النار كتكون غير من التحت. ايوا كندخلوها دابا تكمل الطياب ديالها، مني كطيب الطياب ديالها كامل هذا هو الشكل ديالها. خرجتها من الفران كنعاودو نقلبوها على هذا الشكل هذا، وكنحطوهم غير مني كنخرجوهم من الفرن مباشره كنغطيهم بواحد المنديل نقي من الفوق باش كيرجع عليهم هذاك الصهد ومتي المهم ما تتشققش هذيك الطبقه الفوقانيه، كتبقى محتفظه بها لان كيجي مقرمش، ماشي مقرمش قاصح يعني بحال البتي بان، كيجي فيه واحد المذاق لذيذ بزاف بحال كيف قلت لكم البتيبان او الكرواسه. كيتكال غير هكذا يعني بلا ما تدهني بتا حاجه، ما يحتاج غير كما كويس ديال اتاي او قهوه، كيجي من الد ما يكون، كيجي فن فن ضروري ضروري. كناكد لكم لان الوصفه صراحه لذيذه وزوينه وكتحمر الوجه. حتى الا جاو عندك الضياف تقدري تحضري بوجهك حمر ما غتندميش. واللي ذاقوا عندكم كونوا على يقين غادي يسولكم على الطريقه ديالو والمقادير. انا عطيتكم الطريقه تفاصيل، كنتمنى انكم تبعوها. هذه المسمنه الثانيه حتى هي بعد ما خرجت من الفرن غطيتها، وفي الاخير كنغطيهم كاملين بواحد السربيته في هكايا وكنخليهم كيرجع لهم داك الصاد ديالهم. ملي كنبغيو نتناولوه كنعاودو نسخنوه في الفران عادي، كيرجع بحال الا عاد طيبتو لانه تيتقدم دافي، كيجي زوين بزاف رائع رائع جدا. هنا انا غادي نقطعو لكم باش تشوفوا معايا من الداخل كيفاش كيجي. كيجي ولا اروع، شي حاجه زوينه بزاف، شي حاجه لذيذه وصحيه توجديها في دارك. هذا ملوي مسمن مغربي، مسمن رجعناه ملوي على طريقه الميشلتيت. كنتمنى انكم تجربوه لانه فعلا كيستحق التجربه وكيجي خطير خطير. وهنا كيف كتشوفوا انا قطعت لكم باش تشوفوا معايا القوام ديالو من الداخل كيفاش كيجي. كيجي ورقه على اختها رقيقه ورطب رطب رطب، كيدوب كيدوب وبنين بزاف. المذاق ديالو كله كيجي بنفس القوام وبنفس الشكل، وحتى في الطياب ديالو ما تيعذبش، دغيا كيوجد ودغيا كيطيب. كنطيبوه غير من التحت، كنعاودو نقلبوه، راه وريتكم الطريقه. شوفوا معايا كتقطعوه هكايا كيجي زوين بزاف. هذا ماشي بحال ديال المقله، ديال المقله شكل وهذا شكل اخر، هذا عنده مذاق مختلف تماما على ديال المقله. هنايا بعد ما قسمت عاوتاني المسمنه على جوج وريتكم الوسط ديالها، ما تيجيش معجن نهائيا، كيجي كله ورقه على اختها. يخدموا بنفس الطريقه وخليوا العجينه ديالكم ترتاح مزيان وغادي ينجح معكم بحال كيف كتشوفوا. نتمنى انكم تخليو ليا بزاف ديال لي لايك لهذا الفيديو هذا، وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وتشتركوا معايا في القناه باش يوصلكم دائما الجديد. وشكرا لكم بزاف على حسن المتابعه. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.